أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 77 شخصا بينهم 3 إيرانيين وجرح أكثر من 80 آخرين في هجوم مزدوج استهدف مطعما وحاجزا للتفتيش غرب مدينة الناصرية في جنوب البلاد، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات العراقية، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن. حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما على حساب تنظيم داعش داخل مدينة الرقة في شمال سوريا، حيث باتت تسيطر على ثلثي مساحة المدينة وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 70% من مساحة مدينة الرقة التي تعد معقل الإرهابيين في سوريا. قتل 7 أشخاص كحصيلة أولية بينهم 4 أطفال وامرأتين في قصف شنته طائرات روسية بريف دير الزورة الشرقي، أدت لتدمير أكثر من 10 منازل ومحال تجارية، كما أن أكثر من 10 أطفال حالتهم خطيرة جراء القصف وحالات البتر بسبب ضعف الإسعافات الأولية ونقص الكادر الطبي. انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا اجتماعات مؤتمر أستانا 6 حول سوريا بلقاءات تقنية ثنائية وثلاثية تعقد بين الدول الضامنة والوفود المشاركة في المؤتمر بعد اكتمال وصول الوفود كافة. وبحسب المعلومات فإن المؤتمر سيرسم حدود مناطق خفض التوتر التي أعلن عنها سابقا، وخاصة منطقة إدلب التي كانت محط خلافات في المؤتمر السابق. رصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان حقوق يمني 55,334 حالة انتهاك وضرر مادي وبشري في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 يناير كانون الثاني وحتى 31 يوليو تموز لعام 2017، ارتكبت غالبيتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. هددت كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية لإغراق اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى رماد وظلام لدعمهما قرارات وعقوبات لمجلس الأمن الدولي ضدها. ودعت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادي إلى تفكيك مجلس الأمن الذي وصفته بأنه أداة للشر تتصرف بأوامر الولايات المتحدة. فاز ريال مدريد على بويل القبرصي ب3 أهداف دون رد في بداية مشوار الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا، واقترب أيضا من رقم قياسي تاريخي لفريق سانتوس البرازيلي. وسجل ريال مدريد هاد أهدافا في مرمى المنافسين للقاء رقم 72 على التوالي، ويحتاج للتسجيل في لقاءين ليتفوق بذلك على الفريق البرازيلي. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.